وللحديث أكثر عن ملف المعتقلين والمختطفين في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. أهلا بك معنا دكتور أيمن. حياكم الله أخي الكريم وتحية للمشاهدين الكرام. أهلا بك، كما تنضم إلينا أيضا عبر سكايب من لندن عضوة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك معنا دكتورة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله. لعلي أبدأ معك دكتور أيمن، يعني هل ثمة أفق زمني لإنهاء وإغلاق ملف المغيبين والمخطوفين في العراق؟ أخي الكريم، تحية مرة ثانية لجنابك وللمشاهدين وللضيفة الكريمة. حقيقة ملف المعتقلين والمغيبين هذا ملف من ضمن ملفات أخرى يجري تنفيذها في العراق بعد 2003، وهي ضمن ملفات مخطط إذلال الشعب العراقي وجعله تحت القهر والكبت وسلبه حقوقه بمعنى الكلمة، بكل معنى الكلمة. وما هذا الملف الذي يتضمن طبعا مشاكل كبيرة، وهي جريمة مركبة هذه الاختفاء القسري والتغييب القسري، وملف المعتقلين الذي لا يختلف عليه اثنان أن ملف الاعتقالات والسجون في العراق ملف مليء بالانتهاكات وانتهاكات حقوق الإنسان، ومليء بالجرائم وملي بالجرائم المروعة حقيقة. وما يتكشف أمام الجميع كل يوم هنا وهناك في هذا السجن وذاك السجن في جميع أنحاء البلاد يؤكد أن هذه الحالة حالة عامة في جميع السجون، هي ليست فردية، وهذا نهج سياسي في العراق كما ذكرتم في تقريركم بالنسبة لما جاء في بيان أو تقرير الميثاق الوطني العراقي. وهذا كله حقيقة كما ذكرت هو مخطط يراد تنفيذه في العراق، ومستهدف فيه طبعا لا تغيب عنه الصبغة الطائفية المقيتة التي فرضها الاحتلال وسارت عليه حكوماته بعد 2003 وحتى اليوم. النهج الطائفي واضح، وأغلب إذا لم يكن جميع المعتقلين اليوم هم من المكون السني، وهذا يعني معلوم لدى الجميع. نحن هنا للتشخيص وليس للتمييز، فهذا يعني تشخيصا للضحية، وهذا هو ما يراد من هذا الملف تجاه المعتقلين. نعم دكتورة فاطمة، يعني هل تعتقدين أن بقاء هذا الملف الإنساني مفتوحا منذ عدة سنين يتعلق بإرادة وتوظيف سياسي له، أم أنه يتعلق لربما بتعقيدات الوضع في العراق سياسيا طبعا واقتصاديا وأمنيا أيضا؟ في الحقيقة هو يتعلق بصورة أساسية بإرادة سياسية لهذه الأحزاب المتسلطة على الشعب العراقي والميليشيات وكل الذين يعني يتصدرون المشهد في العراق ويتكلمون في مصلحة العراق في الوقت الحاضر، والذين هم في الحقيقة يستعملون هذه الورقة، ورقة الاعتقالات، ورقة المغيبين قسريا، ورقة المفقودين، سميها ما تشاء، ولكن هي أحد المشاكل الكبيرة والمؤلمة إنسانيا لكل من له ضمير. فلو كانت هذه الأحزاب الحاكمة التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي للعراق لديها أي ذرة شعور وطني، أي تفكير بمصلحة العراق، أو أي مخطط أو خطط لأجل أن تخفف عن الآلام التي يمر بها الشعب العراقي، لكانت قد أنهت هذا الملف وأغلقت الكثير من القضايا، ولكانت وضعت حد لما يحدث من حالات إخفاء قسري أو استمرار للتعذيب في السجون وكل هذه الممارسات البشعة واللا إنسانية التي تظهر بين من بعض التسريبات التي يتم يعني تسريبها إلى وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن
يعني حتى لو قلنا أن الوضع الأمني لا يسمح لذلك، فالآن الوضع كما يدعون أنه مستتب وتم القضاء على العناصر الإرهابية، ولذلك لماذا لم يتم لحد الآن يعني الحد من حالات الإخفاء القسري؟ الثوار في ثورة تشرين أكتوبر عام 2019، منذ ذلك التاريخ هي مجرد مظاهرات سلمية عانوا الأمرين من الاعتقالات، من الإخفاء، من التعذيب، من القتل وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقهم. لماذا؟ هل أثروا على الوضع الأمني في العراق؟ لا، هذه الأحزاب والميليشيات لديها منهج ثابت وقائم لحد الآن، ولديها أهداف تريد تنفيذها في العراق، وأولها القضاء على إرادة الشعب العراقي، التحكم بمصير الشعب العراقي، وتنفيذ أهداف خارجية وخطط لدول إقليمية ولدول عالمية يريدون تنفيذها في المنطقة. وهذه الميليشيات وهذه الأحزاب هي أحد الأدوات التي تنفذ هذا المشروع وهذه المخططات. نعم دكتور أيمن، يعني في الأسابيع القليلة الماضية لاحظنا أو شهد الملف تكثيفا سياسيا وإعلاميا من قبل أحزاب السلطة، هل تعتقد أنه سيعود للاهتمام من جديد أم أن هذا الاهتمام يعني منوط فقط في إطار الحملة الدعائية الخاصة بالانتخابات؟ أخي الكريم، واضح جدا أن هذا الأمر يتزامن في كل مرة، إما مع يعني موعد انتخابات وإما مع تشكيل حكومة جديدة. وهذا يعني نأتي اليوم على حتى الحكومة، هذه الحكومة الثامنة من حكومة الاحتلال المتعاقبة في العراق، التي يعني يرأسها الكاظمي، وهو قطع على نفسه هو شخصيا في بداية مسيرته في الحكومة أن يتعقب ملف المختفين قسريا والمغيبين قسرا في العراق ويكشف عن مصيرهم، وإذا به بعد أشهر قليلة من هذا التعهد يتحدث في مجلس أنه لتنسوا هذه الملفات وهذا ولا الأشخاص الذين تقدر أعدادهم حقيقة بعشرات الآلاف. اليوم في العراق لدينا أعداد مهولة من المغيبين والمختفين قسرا، ولا سيما بعد 2014، وحتى اليوم لدينا أكثر من 27,000 مغيب، و يعني هؤلاء جميعهم تم تغييبهم أثناء وبعد العمليات العسكرية التي شنتها القوات الحكومية وحلفاؤها في المناطق المحافظات المنكوبة، التي نكبت حقيقة بفعل الحرب وبفعل القصف العشوائي والمستمر والعنيف. وهذا كله يلخص لنا حال، يعني نأتي اليوم على ملفات كثيرة، مثلا ملف المعتقلين الذي نتحدث عنه حاليا، لدينا ملف الخدمات أيضا، لدينا ملف التجهيل الذي يسري في العراق منذ 2003، ملف إفقار الشعب. هذا كله أخي الكريم ضمن مخطط يراد تنفيذه، وهو مخطط إذلال الشعب العراقي وسلخه عن وضعه الطبيعي وإشغاله في أمور كثيرة، وهذا طبعا يعني هذا ما يراد له حقيقة نعم في ظل الاحتلال وحكوماته المتعاقبة. نعم دكتورة فاطمة، يعني لماذا تبدو السلطات مصرة على اللجوء للتمييز على أسس طائفية كما ذكرتم؟ يعني أنتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني أكدتم أن التعذيب بات نهجا حكوميا ويجري بتواطؤ مفضوح من قبل قضاة التحقيق، لماذا هذا الإصرار على هذا التمييز الطائفي برأيك؟ نعم، الإصرار الحكومة على التمييز الطائفي
وتوجيه التعذيب والاعتقالات والإخفاء القسري نحو المكون السني، ولنكن صريحين، أولا يعني بسبب الأحقاد وال يعني المتراكمة منذ يعني فترات طويلة. يعني لا ننسى أن هذه الأحزاب والميليشيات جميعها تابعة لإيران وتأتمر بإيران، ولذلك نعرف جيدا أن إيران يعني توجه يعني حقدها وغضبها على المكون السني، خاصة أن العراق قد حارب إيران لمدة 8 سنوات ودافع وزاد عن شرف العراق وشرف الأمة العربية، وكان حاجز الصد المنيع ضد الأحقاد الطائفية والعنصرية التي تريد تنفيذها إيران في المنطقة. وإيران أيضا تعتبر أن المكون السني هو العقبة التي تقف في طريقها من أجل تحقيق حلمها في التمدد عبر المنطقة العربية والتمدد نحو البحر الأبيض المتوسط عبر مرورا بسوريا ولبنان، ولذلك فهي تعتبر أن القضاء على هذا المكون وتهميشه وإضعافه سوف يحقق لها أهدافها في المنطقة. إضافة إلى ذلك هناك أسباب اقتصادية، كثير من المناطق التي تتمتع بمواردها الطبيعية، يعني في مناطق المكونات السنية ومنها التي تمتع بمصادر زراعية وثروة زراعية، يعني تشكل يعني بالنسبة للعراق تؤثر بصورة كبيرة على اقتصاد العراق، ولذلك هي تريد أيضا السيطرة الاقتصادية على العراق والاستفادة منها في يعني تنفيذ مشاريعها في تمويل مشاريعها في المنطقة، يعني الكثير الكثير من الأهداف. إضافة إلى ذلك لا ننسى أن يعني إيران قد استخدمت الأوراق الطائفية يعني التاريخية والأحقاد التاريخية المتراكمة لديها منذ عقود بداية الإسلام، وهذا الحقد لا زال لحد الآن يعني تستطيع أن تلعب به إيران وتستخدمه كورقة من أجل يعني تنفيذ مشاريعها في المنطقة. دكتور أيمن، برأيك لماذا ترفض السلطات الحكومية في العراق حتى الآن إصدار عفو عام أو حتى يعني إطلاع ذوي المعتقلين على مصير أبنائهم؟ هناك من يعتقد أن يعني عمليات التعذيب قد تكشف هذه السلطات، قد تكشف يعني الجرائم التي حصلت، ولهذا تبدو السلطات يعني رافضة لأي إطلاع للأهالي. ما رأيك؟ أخي مؤكد، يعني هذا اليوم السلطات المعنية هي متورطة بجرائم التعذيب ومتورطة، يعني اليوم لدينا في العراق خلال العام الجاري وفاة أكثر من 3 معتقلين، وفاة معتقل في أقل من 3 أيام، يعني المعدل عالي جدا ومرعب حقيقة. هذا طبعا ما تم رصده وما تم توثيقه، أما الأرقام الحقيقية هي أعلى من ذلك بكثير، لكن يعني نحن نتحدث عن جرائم تتورط بها القوات الحكومية والجهات المعنية المسؤولة عن إدارة هذه السجون، وبالتالي لا يمكن أن يعني اليوم الحكومة لا تمتلك حتى يعني القدرة على أنه يعني تكشف عن مصير هؤلاء المغيبين، ويتزامن هذا طبعا دعم دولي غير مسبوق حقيقة. يعني اليوم حكومات الاحتلال المتعاقبة جميعها هي حقيقة في غرفة الإنعاش بالنسبة للمجتمع الدولي، ويعني يحاولون جهدهم لإنعاش هذه الحكومات والمد في عمرها والتسويغ لها والتبرير لها وحتى الترويج لها في الأروقة الدولية.
لكن لماذا؟ لأنهم مشتركون في هذه الجرائم، ولأنهم مشتركون في التي اكتسبها بفعل احتلال غزو العراق واحتلاله، والمكتسبات كثيرة حقيقة، يعني لا مجال لحصرها. فهذه هو يعني الآن هم شركاء، المجتمع الدولي يوفر الغطاء لهذه الحكومات، فلدينا حالة من الإفلات المطلق من العقاب للمرتكبين المشاركين في العملية نعم السياسية منذ 2003 وحتى اليوم. فلا يعني من أمن العقاب تمادى وتفنن حقيقة في الإجرام، وتفنن في الـ يعني الانتقام، وتفنن في الـ يعني حالة من الأمراض النفسية التي يعيشها المسؤولون اليوم في العراق. لكن الضحية مع الأسف الشديد هم أبناء الشعب العراقي البسطاء، أبناء الشعب العراقي الذين لا يملكون من أمرهم شيئا. نعم، إذا كنت ضيفنا عبر سكايب، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. كما أيضا أتوجه بالشكر إليك سيدة فاطمة أو الدكتورة فاطمة العاني، عضوة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت ضيفتنا عبر سكايب من لندن. شكرا لكم.